السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا دائما بخير، وإن شاء الله تكونوا خدمتوا في مادة الاجتماعيات. والله يا أخواتي الأعزاء ويا طلبة، غير مادة الاجتماعيات من أسهل المواد على الإطلاق، يعني تجيب فيها فوق ال 15 عادي. يعني أنكم تركزوا فقط. هنا عطاونا الحرب الباردة، وهذا جبت لكم به تريفيزيو عليه. هذا الحرب الباردة، عندكم أزمة الصواريخ وعندكم خورتشوف وكينيدي. ما كاينش اللي ما يعرفش جون كينيدي كأصغر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وعندك نيكيتا خورباتشوف هو رئيس الاتحاد السوفيتي. ودير اهم اعماله، يعني راني عطيت لكم تعريفاته من قبل. عندكم ايضا الاحداث، عندك 5 جوان 1947 ماريشال، ما كاينش اللي ما يعرفوش، تاسيس حلف فورس وما كاينش اللي ما يعرفوش. عندك هنا الجزء الثاني وهي الوضعيه الادماجيه، وهو اعطاهم مظاهر الانفراج الدولي والعلاقه بين حركه عدم الانحياز والتعايش السلمي. هذه مثل هذه الاسئله تقدر تجي في بكالوريا 2021، سيرتو الانفراج الدولي. عندنا هنا في مادة الجغرافيا عندنا الاستراتيجيات، وعندنا العالم الثالث والرأس مالية. وهنا أعطوهم التمثيل بدائرة نسبية. الدائرة النسبية سناراي مرشحة 100%، داكور. هنا قال لك عوامل النمو، نمو حركة رؤوس الأموال والمظاهر السلبية في أسواق المالية. ريفيزيو عليه، والله غير سوجي يعني مليح. لذلك راح نعطيكم سوجي واحد أخر. عندكم السوجي هذا، السوجي هذا عطاهم الحرب الباردة سي كيف كيف، وزادوا لهم سياسة الاحتواء، هذا تاع سيونس. أيضا تريفيزيو عليه، الأول شعب أدبية، عرف الشخصية جوزيف ستالين سهل وعرفته لكم. ويستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني، وهو اللي قسم العالم إلى يعني معسكر غربي معسكر شرقي. تأسيس هيئة الأمم المتحدة، قلت لكم هذا التواريخ راهم يطيحوا بزاف، 12 مارس 1947. وعندكم تأسيس حلف وارسو. هنا أسباب التوتر، يعني أسباب التوتر بين العسكرين، يعني أسباب الحرب الباردة. وعندك دور حركة العلم في التخفيف من حدة الصراع، هذا راهو من أسهل الوضعيات. العالم الثالث في الجغرافيا، وأعطاهم الشركات المتعددة الجنسيات، وأنه هذه هي المصطلحات. المصطلحات كاينين ثلاثة في البكالوريا، هنا داروا لهم زوج فقط. وهنا قال لك مثل، دائما كاين التمثيل وكاين التمثيل، وتتعلقوا على الجد وال. عندكم خريطة العالم، هاي خريطة العالم، إن شاء الله تكونوا امبريميتو الخريطة هذه باه توليو تعينوا الدول اللي عليها تبراتيكي. وعندكم هنا قال لك على خريطة العالم وقع مجموعة يعني مجموعة جي سات، يعني دير لهم جي سات. هنا واقع حركة رؤوس الأموال، ما درتلكمش الوضعية، واقع رؤوس حركة أموال في العالم ودور التكنولوجيا وإعلاف المبادرات، هذا راهو كاين موجود تحفيظه هذا. دور التكنولوجيا والإعلام في المبادرات. إن شاء الله تكونوا ديتوا نظرة مليحة على هذه السوجية، يعني على هذا السوجي عفوا، وأنه دائما 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 ما تفرطوناش ربع نقاط اللهن في التعيين تاع الدول، ولا في التعليق، ولا في رسم الأعمدة البيانية، ولا الدائرة النسبية، عليهم ربع نقط. تزيد تلقط شوية منا، أو كاين ثلاث مصطلحات، تزيد تلقط في زوج مصطلحات وشوية من الوضعية. والتاريخ ما تفرطوناش، الله يبقي عليكم السر على الشخصيات وعلى التواريخ. هادو جيبوهم داكور، يعني تقدر تجيب 11 10 بلا ما تحفظ، والله يعني الانسان اللي يعود حافظ مليح والله غير يجيب 17 داكور. ركزوا لنا برك، وان شاء الله تخدموا في باقي المواد وبالتوفيق.